النقطة التانية في ازاي أجهزة الجسم بتاعتنا، الأجهزة المختلفة بتتعامل مع الإكسرسايز، زي المخ، زي اللنج اللي هو اللنج اللي هي الرئة، والهارت القلب والدم والكبد والبنكرياس والجهاز الهضمي والأوعية الدموية. كل حاجة في جسمنا بتتغير مع تغير مع حدوث الإكسرسايز عشان تتأقلم معاه وعشان تاخد الفايدة اللي حصلت. فالبرين مثلا بيزود النيورال اكتيفيتي، يعني لو انت بتتمرن هتاخد بالك ان بعد التمرين ده بيبقى اكتر وقت فيه صفاء ذهني. ليه؟ علشان بيحصل زيادة في النيورال اكتيفيتي. تاني حاجة اللنج بتزود الفنتيليشن، انت بتتنفس كتير. يعني ايه نيورال اكتيفيتي؟ يعني زيادة في النشاط بتاع الاعصاب. تمام. اللنج الرئة انت بتزود الفنتيليشن، بتزود التنفس، بتزود الدم اللي رايح لللنج، وبالتالي بتزود الاكسجين اللي رايح من اللنج للايه، للاجهزة الجسم المختلفة. الهارت بيزود الاكسجين برضو، اكسجين كونسومشن، وبيزود الكاردياك اوتبوت. بس طبعا ده حاجة للاطباء اكتر، هم عارفين ان الكاردياك اوتبوت هو اللي بيزيد اكتر، انما الاكسجين كونسومشن مش قوي، لان الهارت اصلا بيستخدم ماكسيمم اوكسجين كونسومشن. للي مش فاهم برضو كلامي، هو اجهزه الجسم المختلفه بتستخدم الاكسجين اللي جاي لها بنسبه معينه، وبتسيب الدي اوكسجينيتد اللي هو الدم غير المؤكسج فيه برضو نسبه اكسجين، انما الهارت بتستخدم معظمه، بتستخدم حوالي 70% او حاجه كده يعني. البلد ازاي؟ طبعا الهارت هيزود الكاردياك اوتبوت، يعني كمية الدم اللي طالعة منه. ماشي. البلد الدم هيزود الاكسجين كونتنت، يعني هيزود الاكسجين اللي بيتحمل على الهيموجلوبين. حتى ان احنا هنتكلمه بعد كده ان في بعض الناس اللي بيعملوا انديورنس تريننج، يعني بيعملوا تمارين زي الجري وكده، دول لما بيجوا قبل الكومبيتيشن، قبل المنافسة، ساعات بيجوا عاملين ايه؟ بيجوا واخدين بلاد ترانسفيوجن من حد رياضي. يعني تصور مثلا انت بتاخد الدم بتاع كريستيانو رونالدو مثلا، ده راجل بيتمرن كل يوم، بيعمل ايه؟ بيحصل بايو كيميكال تشينج زي ما اتكلمنا اللي فات. ايه البايو كيميكال تشينج اللي حصل في دمه؟ طبعا على مستوى الخلايا حصل ان زيادة في الميتوكوندريا، بس هنا احنا بنتكلم في البلاد، الار بي سيز ما فيهاش ميتوكوندريا. فالار بي سيز التشنج اللي بيحصل فيها ان بيحصل زياده في الاكسجين على الهيموجلوبين، بيزود الهيموجلوبين كاباسيتي، قدره الهيموجلوبين انه ايه، يحمل الاكسجين عليه. الكبد ازاي بيزود بقى الميتابوليزم، بيزود الحرق بتاع الدهون وهكذا. البنكرياس والجي اي تي بيزود الدم، الدم بيقلل، خلي بالك دي بقى مهمه جدا، البنكرياس والجي اي تي بيقل الدم فيهم. طب ليه؟ علشان يحصل لهم شنت او شيفت للايه، للشيفت للمصل. احنا بنتمرن فاحنا عايزين الدم في المصل، وديت معلومة مهمة. ليه؟ لان واحد مثلا بياكل قبل التمرين بساعة، ده وقت برضو وحش، بياكل بقى قبل التمرين بنص ساعة كمان، ايه اللي يحصل؟ هو راح التمرين، الحتة دي مهمة، راح التمرين وهو بيتمرن خلى العضلة تسحب الدم، فما بقاش في دم في الجي اي تي. طب الجي اي تي فيه اكل عايز يتهضم، فالعضلات اللي في الجي اي تي اللي هو الجهاز الهضمي، يعني العضلات اللي في الجهاز الهضمي تكونتراكت، يعني تنقبض علشان تسحب الدم ناحيتها عشان تعرف تهضم الاكل، وبالتالي الكونتراكشن جامد بقى يعمل الترجيع اللي الواحد بيحسه. يبقى ليه حد بيرجع لما يتمرن بعد ما كل على طول؟ ليه؟ علشان المصل كونتراكشن يا سموث مصل، مش مصل شبه السكيليتال مصل. العضلات في منها انواع، النوع اللي موجود في الجي اي تي او في الجهاز الهضمي سموث مصل، بتنقبض سموث ماسل، يعني اهم نقطة فيها اللي هي انفولنتري، يعني انت ما تقدرش تتحكم فيها. ماشي. هتنقبض تحاول تسحب الدم ناحيتها، فانت الانقباضات دي هي اللي بتخليك ترجع. لكن في الطبيعي لو انت واكل قبلها في ساعتين مثلا،
بتيجي ساعة التمرين فمفيش أكل في الجي أي تي، مفيش أكل، وبالتالي البنكرياس مش هيعوز يطلع الإنزيمات الهضيمة بتاعته، فالدم ده هنسحبه ونودوه على المصل. البلاد فيسلز بتعمل ايه؟ الاوعيه الدمويه بتتضخم، بيحصل لها دايلاتيشن او فازو دايلاتيشن علشان تزود الدم للايه، للعضلات للعضلات وللاجهزه المختلفه، وخصوصا العضلات اهم حاجه.